خلنا ناخذ معلومه سريعه حق الناس اللي يخافون لما يركبون الطياره. ركز معي، انت ليش تخاف؟ والله انا خاف لان افكر وايد. حلو، كلنا نفكر وايد، كلنا نفكر انه مثلا يصير شيء، كل هذا طبيعي، ولكن انت عندك بزياده. ليش؟ الحين اقول لك، لان عندك مشاكل بالامعاء. شنو مشاكل بالامعاء؟ عندك مشاكل بالامعاء. مثل شنو؟ قد يكون عندك انتفاخ، امساك، اسهال. زين، وشنو يعني اذا كان عندي مشاكل بالامعاء؟ في رسائل عصبيه توصل للمخ من الامعاء للدماغ. شنو اسمه؟ العصب الحائر. العصب الحائر شنو يسوي؟ اذا خذيت فكره مثلا معينه على طول بطن تلعب، والعكس ايضا، اذا بطن في مشاكل الامعاء على طول راح توصل رسائل عصبيه عند المخ. فش اللي ابيك تسوي اذا كنت من النوع هذا؟ اخذ بكتيريا نافعه قبل لا تسافر. عزز الأطعمة اللي فيها تربتوفان، مثلاً أكل ديشرومي، أخذ الماكونة هذا مكمل، أخذ روديولا روزية. بعد ما تصير معاك 100%، بعدها الرسائل العصبية راح تكون 100%، راح يروح منك هذا القلق والتوتر والإيد تعرق. واضح؟ أشوفكم على خير.